حضرت النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام كان في عنده صحابي، فالصحابي بيقول له راح مشاور له على واحد، فقال له اني احب فلان، ويبدو ان هو مشي. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له اخبرته بذلك؟ قال لا. قال اذهب فاخبره. كان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال له روح بسرعه اخبره بان هو بيحبه. ليه؟ انا شايف ان حضرت النبي قال له كده لان قلب الراجل اللي هناك ده كان ممكن محتاج الكلمه الحلوه دي، وهو كمان الشخص اللي قال الكلمه الحلوه دي اني احبه كان هو محتاجها. وتشوف ده لما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا معاذ اني لا احبك يا معاذ فلا تدع في دبر كل صلاه ان تقول اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. في ناس محتاجين كلمه واحده، ولذلك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلمه الطيبه صدقه. عارفين يعني ايه صدقه؟ صدقه يعني تقع في يمين الرحمن فيربيها لكم كما يربي احدكم فلوه. الكلمه نجاة والكلمة إسعاف. ما تأخرش الكلمة الحلوة، لأن الكلمة الحلوة رزق من عند الله أعطاها لك عشان تشكره. وشكر نعمة الكلمة أن أنت ما تأخرهاش عن حد، لأن ستقع في يمين الأحد. يا رب اجعلنا دايما مبادرين بكلام حسن يوصل الناس إلى إخراج أحسن ما فيهم يا رب العالمين.